استاذ خالد شعبان، تحياتي ليك يا استاذ خالد. انا لعبت يا جدعان والله. لعبت يا اساتذه والله. جنبيت. ماشي. ماشي. تحياتي ليك يا استاذ خالد. لا، فلفل فيل دي مهمة. ليه بقى؟ تقول لي ليه؟ بيدق في بيدق برضه مهمة. عشان نعمل اضعاف في البون ستراكشر. ده بيدق ضعيف. بس خلاص. تبيت. بحمي. حلوة النقلة دي قوي، دي لازم امنحها، امنع النقلة دي عشان العب الفيل بعد كده هنا. بيشوب. عاوز اصوم في بيضة دلوقتي، حصان نحمل بيضة. بيشوب. يجيب الوزير هنا على الهادي يعني. لايكاتكم يا اساتذه. عاوز الزقه دي في نقطه من النقطات. طيب انا هلعب بس الوزير واحده واحده دون تحلو. طيب هو لو لعب دي باكل حصان في بيده، كلب الحصان باكل رخ في حصان، فلازم يحمي الأول الحصان. عندي نقلة حلوة، شكلي في المربع الذهبي ده. بيضة أربعة دي. خلاص هو كده عاوز يلعب النقلة دي دلوقتي. مهمة أوي النقلة دي. لا هنا لازم أمشي فيلو. فيلو ما يقفش هنا. حصان في فيل مهمة. طب في المهمة ما تسألنيش ليه. ماشي. نقلة الفيل هنا برضو جميلة. دي موجودة ودي موجودة. تلعب ايه؟ هو عاوز ايه كده؟ عاوز دي. نمنع حاجة. عاوز العب ديت في دي. دي افكاري دلوقتي ان انا العب في جناح الملك، في جناح اللي فيه الوزير الملك يعني. بيض اربعه مهمه، بعد كده اجيب الرخ هنا. خلي بالك من المفاجآت، خلي بالك من المفاجآت. عاوز ايه؟ عاوز النقله دي جامده جدا، نقله جامده جدا. حصان في بيضه حلوه. حصان في بيضة ياكل اكل بالوزير. لا ده الحصان محمي، الحصان محمي. نقلة مزعجة. طيب لو لعب هنا همشي. تعال نكمل فكرتنا، تعال نسيبه يلعب النقلة دي. دعوة يلعب هذه النقلة. ايه ده؟ ده طالب فورك. ماشي والله العظيم الدنيا حلوة كده. ماشي مفيش مشاكل، اكل بالرخ. زيت بس على الحصان الاول. وبدا في حصان مهم اوي. ايه دي؟ بدا في بدا كش كش. دي عليها ايه؟ خطب البيدا. ماشي ارجع بدي احسن. هات البيدق. بيدق في بيدق.
كش دي جامدة جدا يا جدعان، كش دي جامدة جدا يا جدعان. الكش دي جامدة جدا يا جدعان يا جدعان. الكش ده وزير في بيه الأول، عاوز حصانه. عندي حصان بينط النطة الجامدة دي، وعندي كش، وعندي وزير في بيه. لا دي مش حلوة، دي مش حلوة يا أستاذ. كش الأول، ايه احسن لنا هنا؟ بدأ في بدأ حلوة، بدأ في بدأ حلو، بدأ في بدأ دي جامدة جدا. طلب البيضة ده يحميه ازاي؟ هذا البيضق لا يحمى، هذا البيضق لا يحمى. حبيبي استاذ خالد والله مش عارف هنلاقي ايه النقله دي. لازم يلعب الملك هنا، ساعتها تلعب الرخ هنا، هكذا يلعبون. يا نهار ابيض يا جدعان، عاوز تمشي بالفيل؟ لا هنا تمشي بقى فين؟ هنا تلعب الرخ، دخل القطعه كلها، انا عاوز ادخل كل قطعي، عاوز ادخل كل القطع يا اساتذه، عشان حتى ما يبقاش عنده مربع الهروب ده. دي كش، في فروخ بعد كده النقله الجايه، وكش دي في فروخ، وطالب مات، وطالب مات. هوب ليه يا استاذ خالد شعبان؟ تحياتي تحياتي لحضرتك، تحياتي تحياتي.